في الذرية الصالحة. يا رب يا كريم. كيف الحال؟ مع السلامة يا أختي. شكرا، مع السلامة. عبد الملك وراك لابس شماغك تكشف؟ شو رايك في الرجال؟ ما شاء الله عريس ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صبحت الله بالخير حبيبي. صباح النور يا مرحبا. عندي أحد الأحباب يتمنى يعني يتمنك تفسر له الله يطول بعمره. سم. سم كلم شوي. السلام ورحمة الله. أنا الحين جانب الحلم رحت واحد. شلون؟ ألو؟ ألو؟ أيوه؟ أنا الحين حلمت إني ذبحت واحد رجاء. أيوة. يعني ذبح واحد جيت أنا ذبحت. شلون؟ قبل ما يموت قال لي كلمتين. أيوة. أقول كلمتين هنا. تفضل. قال أول شيء قال لي الله لا يسامح والله يتقبل مني. بس هذا تفضل. من هو هذا اللي كأنك ذبحته في الرؤية؟ واحد عارف في الشركة مصري. إيش؟ أنا أشتغل شركة هو مصري. إيه وبينك وبين ذبح واحد من إخواني وأنا ردت الثور ذبح. الرؤية كان ذبح واحد من إخوانك. إيه طلع واحد من إخواني موجود. إيه وكأن ذبح واحد من إخوانك في الرؤية جيت أنت ذبحته. إيه هو ذبح واحد من إخواني وأنا جيت ذبح. ايوه المصري ها اللي هذا اللي شو اسمه هذا يصير مديرك او مسؤول عليك هو في شركه مسؤول عن شيء محدد مسؤول عن الرؤوس اي مسؤول عنك هو لا مو مسؤول عن مسؤول يعني مثلا مسؤول عن الرؤوس اللي في الشركه زي كذا طيب علاقتك به طيبه او لا والله علاقتي يعني كويس ما قلت أيوة طيب السؤال الثاني مسألة أمانته أن تمدح في أمانته أو تمدح في ذمته أو تمدح في شيء ما قلت يعني ولا سبق وتكلمت فيه ولا سبق بس يعني علاقتنا طيبة يعني نسأل مع بعض اللي شافنا وشوفنا الآن إذن هذا يقول الله العالم تثني عليه أنت هذا الأخ اللي كأنك ذبحته أقول تثني عليه بثناء طيب عند من يستحق هذا الشيء والله أعلم الله يحفظك يا أخي السلام عليكم رح قيل الحسوس ترى عندي رجال رح شلون بقى؟ كيف كذا؟ أشوف كذا؟ اللي تبصه؟ كذا يقول بس معصب. كيف؟ هذا لا تحسنت من بعد 19. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أنا سمحت أنا حلمت إني كنت زي السوبر ماركت وكأن ولد أخو طريقي صغير كذا. كأنه معاي وأعطاني جرد كاس أكل منه. إيش يختي رفعي صوتك الله يجزاك خير. رفعي صوتك. أنا كأني كنت في زي سوبر ماركت كذا زي بندة وكأن ولد أخو طريقي كان جالس في زي سيارة كذا اللي يركبونها العمال في بندة وكأنه كنا نمشي يعني بين الأرفف وكذا كأنه أعطاني بسكوت وأنا أكل منه وكأني كنت أندس أتخبى بس ما أدري ليش. بعدين طلعت الشارع شفت في الشارع أخو طريقي في زي الباص كذا راكب قدام لونه أبيض كأنه أعطاني قروش كذا يعني هذه العملات المعدنية وبعدين كأني أنا رحت في مكان زي الاستراحة فيها زوجته وكأني أبغى أعطيها إياها يعني كأنها هذه لها وكأني أبوصلها لها وجيت أعطيتها نص وكأنه في نص ضايع وقعدت أدوره وكأنه واحدة من خالاتي تقول أعطيني إياه أو تبي تشوف قلت لا هذا مو بحقي لازم أعطيه هذا الحرمة يعني هو لها
وبعدين لقيتها كذا، كني لقيتها كذا طايح وجمعتها واخذتها واعطيتها اياها اللي هي حماتي. وبعدين كانها تقول لي امسكي ايدي، يعني كانها تقول اسحبي ايدي او جري ايدي، كانها تقول اسحبي ايدي بقوه او جري ايدي بقوه. بس والله خليك هناك. ايوه بس. علاقتك انت على تواصل الى الان مع زوج مع حماتك؟ شيء بسيط جدا جدا. متى حصلت الرؤية؟ تقريبا توها يمكن اسبوعين ثلاثة كده. ومتى حصل الطلاق؟ زمان من سنة. حاولت انها تصلح فيما بينكم حماتك اخو وزوجها؟ ما ادري صراحة، ما اعرف، انا ما ادري، بس ما بيني وبينها لك الخير يعني، و تواصل بسيط يعني بيني وبينها. قريبة لك هي او شيء؟ لا 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 ابدا لا. تقول اعطيني يدك في الرؤية؟ اي لا، تقول امسكي ايدي، كانها تقول امسكي ايدي، يعني كانها تقول اسحبيها او زي جاء. عندك عيال من اللي منفصلة عن؟ كيف؟ عندك عيال؟ لا لا لا، زي لما احد يجي شد ويقول لك كذا اسحب ايدي، اسحب بعد بقوه، تقول لي اقوى اقوى، وانا كنت خايفه عليها يعني عوره، وهي تقول لي لا اسحبي اسحبي لا اقوى. لا اله الا الله، اللهم صل على نبينا محمد. ما ظهرت لي الرؤيه يا اختي، الله اعلم. طيب والله الله. طيب عندي رؤيه ثانيه. خير ان شاء الله. اختي الصغيره شافت فيني اني كاني واقفه زي الصاله كذا، بس ما صارتنا بس زي الصاله، وكأن أخوي جالس، وأنا كان عندي طاولة كلها بدور وفيها شوربة، وكأني أنا أخذت القدر هذا وأكبه على أخوي، وكأن أختي صغيرة تقولي لا 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 تكبين، خلاص حرام لا تكبين عليه، وكأن أبوي ده وجلس جنبه وأكب عليهم الاثنين، وواحد من أخواني كأنه جاي بيجلس معهم بعدين تردد لا وجلس يعني فوق الكنب، وهم جالسين في الأرض دول إخواني. بعدين كأن جت حرمة تقول عجوز لابسة عباية، وبعدين كشفت كأنها تعطيني بعد قدر ثاني، كأنها يعني تقول خذي خذي بعد. وبعدين قام هذا أخوي اللي أنا أكب عليه وراح تروش، كأنه يعني بيروح يتروش، وبعدين كأن أبوي يعني قام وجلس على الكنب. الحمد لله. أخوك متزوج ولا غير متزوج؟ لا لا، كل أخواني ما هم متزوجين. لعل الله عز وجل يزعل زواج إن شاء الله بإذن الله، وتفرحين فيها أنت إن شاء الله قريب إن شاء الله. هذا اللي أنا أكب عليه. إيه ايه ان شاء الله باذن الله. بس هو توه صغير يعني يدرس، حتى وان كان يدرس الرؤية احيانا ما تعبر، يعني خلال سنه تجي سنتين ثلاث سنوات رؤية تعبر المستقبل. ان عندنا بس انا علاقتي معاهم هد كويسه يعني. لا شلون؟ في مشكله بيننا، في مشكله بيننا الان. حاسس يصلح الله عز وجل ان شاء الله لي بينكم وترجع الامور لمجاريها، واقول ان شاء الله باذن الله انك بتصلحين حياتك معهم. و هنا عندنا عادة الإنسان إذا صار أول شيء، أنت كبيتي إيش عليهم من القدر؟ شاربة زي شاربة. طيب هذه عيشة بإذن الله، أنت كبيتي عليهم عيشة، بتعيشين معهم حياة طيبة. واغتسال أخوك من هذا يدل على أنه يغسل قلبه من عنك، أو أنه يعني يصلح حياته معك أنت، ووجودك معهم كذلك يدل على أنك إن شاء الله بإذن الله بتستقرين معهم. أخوك هذا اللي كأنه تقولين جالس عظم من اجتمع هو اخوانه، يدل على انهم يعني هم مجتمعين على امر معين. انت ان شاء الله بتجتمعين معهم على هذا الامر، بيحصل ان شاء الله باذن الله له زواج. هنا عندنا في عند الناس يعني في العراس في الزواجات، ان بعضهم يحطون فلوس او يكبون فلوس وقت الزواج اذا جاي يعرضون او جاي شيء من هذا. اي نعم، هذا ان شاء الله باذن الله يحصل في زواج اخيك انت تفعلينه، والله اعلم. الله يحفظكم. السلام عليكم. اللي مرسل لي رسالة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك طيب؟ بخير الله يسلمك، تفضلي. أنا عندي رؤية. تفضلي. تفضلي. حلمت دوني يومين وإني أشوفني في سوق، كأني في سوق أتمشى في محلات، وإني حريم يشتري لهم ملابس في فساتين مغربية.
طيب. أطالع فيهم وأروح البسطة بعد عندهم راعية حرمة. قلت أنا بالي في السام نشوف السافية المعلقة عندها مغربية، وطلع لي واحد كحلي. وش كحلي؟ إيه كحلي على طبعة من وراء ذهبي ومطرز من قدام بذهبي. قلت بكم هذا؟ قالت هذا بتدعي. يوم قالت بتدعي وانا مسكة وانا دنق عليها وانا سلم على خشمها، قلت لا انا ما معي غير سفتي نبعطس فيها وباخر. ايه قلت انها ما باعدت، قالت ارفع السعي، قلت لا ما عندي غير سفتي. ايه وانا اصلي على سفتا اشوفها من الجبن. ايه جبنة هذي وانا اشوفنا قلت انا قرونا ابغاها البنتي بدو. هو بس انتهت الرولة. كم عمر بنتك بدور؟ بنتي متزوجة. متزوجة. حياتها مستقرة مع زوجها؟ اي والله الحمد لله ما في أخلاق. الحمد لله. جاها ذرية؟ ايوه عندها ثلاثة دكتورة بخير والله الحمد لله. الله يتم لهم العافية بإذن الله. امين. أقول هذا والله العالم. أنت تسعين في صلاح أمر لبنتك إن شاء الله بإذن الله، خاصة مع زوجها. أقول والله العالم بيحصل، قد يحصل شيء أو أنه يكون زاد لك. أنت تنصحين بنتك في أمر معين عشان تصلي علاقتها بزوجها أو تتقرب أكثر إلى زوجها، أو يعني تصلح خطأ أو تكمل يعني من المفضول إلى الأفضل. أي من ناحية علاقتها بزوجها إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله كويس، الحمد لله. الحمد لله الله يتم لهم العافية، لكن هذا أنا أقول مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزاك. الله يسر أمرك. الشمري اللي مرسل رسالة، أحبك في الله يا شيخ، أخوك الشمري متى تسير علينا في حائل. أبشر بالخير يا الشمري، الله يعزك ويرفع من قدرك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم يا شيخ، أنا عندي رؤية شفتها من شهرين تقريبا. ألو. أيوة أيوة. حلمت بأبوي الله يرحمه، طبعا أبوي متوفي من سنة فاتت. حلمت أن أبوي عطاني طقم ألماس. طيب طيب. وعطاني بعدها، عطاني مع طقم الألماس 10,900 ريال. طيب. ألو. أيوة. اسمعني شيخ. أسمعك أسمعك. ألو. أسمعك أسمعك تفضلي. أي قلت له يا أبوي ليش عطيتني 10,000 هذه؟ قال أنت كان خاطف الطقم ألماس، أنا جبت الطقم ألماس وهذه قيمة الألماس خذيها. فكانت في مرت أبوي جالسة وأختين ابن أبوي، اثنتين يعني بنات نفس مرت أبوي. وأنا كنت مبسوطة مرة وكنت جاية كأني بحب رأس أبوي وبشكره، وقلت فجأة أبوي اختفى. جت مرت أبوي قالت لي عطيني أشوف الطقم. جت تشوفه قالت الله حلو مرة، وكانت تحط الطقم على صدرها. ألو. أيوة. خلت الطقم وحطته في صدرها. قلت لها هذا أبوي ما عطيني إياه أنا، ما عطاس أنتي. قامت قالت لي هذا من رجلي أنت ما تتدخل. وكأني اتشددت أنا وياها مرة في الكلام، إنه هذا الطقم لي وأنت مالك تدخل فيه، وخلت من الطقم وخلت من الفلوس. وكنت كأني أدور في البيت أبوي يعني عشان أعلق يعني أقول له أن خلت من الطقم هذه مرت أبوي، وإنه ما حصلت. وكانوا بناتها مرة يعني يتهاوشون معي، يقول ليش يعني أنت مالك تدخل في أمي وما أدري وشو، أنت كنت طيبة وأثر طلعتي أنت على حقيقتك. وكأنهم كانوا يعصبون علي، وأنا كنت في الحلم كنت أبكي، وأنه خواتي الشقيقات كانوا ما يتكلمون يعني، وأنا كان ضايق صلي على الطقم. فكأني كنت أنا بهجم على مرتبوي بأخذ منها الطقم وانتهت الرأية. أنت متزوجة؟ إيه متزوجة. إيه وخواتس؟ اللي في المنام اللي شفتهم؟ إيه. أيوة؟ ايوه متزوجات بس واحده لا مو متزوجه. الحمد لله. طيب علاقتك بمرت ابوك؟ طيب الحمد لله مره كويسه. طيب. هي ما تبادلني انها تعاملني كويسه، انا بالعكس دائما ادق عليها ودائما اتواصل حتى بعد وفاه ابوي. الله يجزاك خير، هذا من طيبك.
وهذا هو المطلوب. ما تجدين منها سوء؟ لا هي دائما يعني تنطل علي كلام في جمعة أهلي وعماني، بس إني ما أرد عليها، يعني أقول ما صار مرتبون يعني. طيب خير إن شاء الله، لعلها خير، حافظي على أذكارك بس الصباح والمساء إن شاء الله، ولا يضرك شيء منها إن شاء الله. يعني أظن ما يبغى مني شيء. لا 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 لا, 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 لا أبدا أبدا، بس حافظي على أذكارك عشان ما يضرك لا حاسد ولا غيره إن شاء الله. الله يحفظك. أبشروا 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 بالنسبة للرقية. لا بس مع التفسير، جماعة التفسير فيها حسد ما حسد إيش يعني؟ هل نفسر الرؤية نأجج مشكلة بين فلان وفلانة وهو التفسير قد بالظن ما هو بالجزم نسوي مشكلة بين الناس؟ ما يجوز. قلت لا تحصن نفسها بأذكار الصباح والمساء بس عشان ما يضرها حاسد سواء كان هذه المرأة أو غيرها، إلا نقول لها أن التفسير كذا وكذا وكذا. طيب وإذا كان تفسيري خطأ أأجج مشكلة؟ ما يصلح، دين ربي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. صباحك الخير. حياك الله يا مرحبا بك. ممكن يا شيخ تحت البث أكلمك؟ والله يا أخي لو سويناها معك كلهم بيقولون تحت البث. هالمرة بس. سام. سم. اللهم صل على محمد. بس هذه من هي؟ عمتك؟ كأنها عمتك هذه؟ طيب بس 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 كذا. طيب الرؤية الأولى أقول الله العالم أحسبك الله حسيبك على الصلاح وأنك متقرب إلى السنة أو أنك فاعل للسنة، وصلى الله أن يرزقنا وإياك اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم الصادقة. الرؤية الثانية الله الله بعمتك، أما الله الله بعمتك، الله الله بعمتك، يكون قريب منها وإن كان عندها أولاد قد يكون أحيانا ابن الأخ أكثر من اقتراب من الأبناء نفسه. الله يحفظك يا أخي، السلام على بك. الرجل على صلاح أحسب الله حسيبه لزك يا الله. يا محمد السلام عليكم يا شيخ، صلوا على محمد. يا أخي كيف أفسر حلمي والجوال مشغول؟ والله يا أخي ما أدري وش أسوي. طيب وش أسوي يا مرزوق؟ السلام عليكم. يدق يدق لين الله يفتح. شو أسوي؟ ألو نعم. السلام ورحمة الله. لسمحت الله يجزاك خير، عندي رؤيتين قصيرة بإذن الله. خير إن شاء الله. الرؤية الأولى حلمت إني ولدت بنت، كان البنت كبيرة، كان ما مريت لا بحمل ولا بولادة. أي. وكان البنت عيونها مكحلة بس ما هي صغيرة، يعني كبيرة شوي، عمرها بالأشهر تقريبا. فكان أخذتها ورثها أخوي وأمي، فقالوا فيها منك. أخذت شوي ما أدري شلون، يعني كانها ماتت البنت. وانتهت الرؤية. كأنك تقولين جيتك بنت وكبيرة؟ إيه يعني ما كأنها في المهد، لا كأنها في الأشهر. طيب. وكأنها ماتت. شلون؟ وكأنها ماتت. ما أسمعك الله يسعدك. وكأنها ماتت. كان عيونها مكحلة وكان يوريتها لي، بعدين يوم أخذت شوي كأنها ماتت، ما كأنها موجودة.
طيب الرؤية الثانية شلون؟ حقيقة طبعا؟ ايه الرؤية الثانية. الرؤية الثانية شفتني في غرفة الوالدة وكأنه في وراء الباب نمل له ريش. ايش هو؟ نمل أسود وله ريش. مجموعة نمل. فكأني جلست طالع وبعدين شفت جنب النمل قفص. فكأن القفص طلع يعني فيه يعني رأس إنسانين بس ما أدري منهم، والرأس الثالث كأنه يتحرك بدون جسم، فكأنه يناظرني بالذراع وكأني أنا حاول أذكر اللفظة عالي، فهو يبعد شوي يحاول يروح للقفص والنظرات كانت مرة يعني ميد كويسة، وهو رجل يعني بس إنه رأس فقط بدون جسم بس. وانتهت الرؤية. سؤال أختي، أنت تشتكي من أرحامك؟ يعني عندي تقريبا مشاكل. سبق وقرأتي رقية؟ قرأت رقية؟ رقية من زمان بس يعني مو قبل الحلم. اقرأ يا أختي على نفسك، حافظي على أفكار الصباح والمساء. الرؤية الأولى كانت جيبتي بنت و لا إله إلا الله تقولين كبيرة وكأنها مكحلة عيونها وجميلة، ها؟ إيه. ثم تقولين ماتت جميلة بس كأنها توفت، يعني متزوجة وغير متزوجة. متزوجة وغير متزوجة؟ لا متزوجة من تقريبا 4 سنوات، ما رزقني الله بذرية. يصير حمل وتسقيط ولا بدون حمل؟ بدون حمل. كم عمر البنت اللي رأيتيها في المنام؟ البنت؟ ايه تقريبا ما ادري يعني بالاشهر تقريبا. هذه متى الرؤية؟ قبل تقريبا اسبوع. طيب الرؤية والله العالم ان اقول بيجيك رزق من دون تعب، بيجيك رزق مالي بدون تعب او رزق دنيوي يعني بدون تعب وبدون جهد، لكنك ما تحافظين عليه وتخسرينه والله أعلم. هذا اللي الله يسعدك خير والله يسعدك خير، يعني لو تدعينا بس للمحرومين بإذن الله أن الله يرزقنا. الله يرزقكم بالذرية الصالحة المصلحة. والله عندي والله أكثر من ناس يعني كانوا عندهم نفس الطريقة لجوا إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن فرزقهم الله بالذرية. أنا أوصيتك أنت بالرقية بسبب الرؤية اللي رأيتيها الأخيرة بإذن الله. ما يحفظك. يا جماعة مشغول مشغول، إيش أسوي طيب؟ وش أسوي؟ وش أسوي إنه مشغول؟ أعطوني حل يعني إيش؟ لا والله رسائل بعضهم يسب، إيش أسوي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. والله رسائل. عليك تفضل يا أختي. حمل العجمي. العجب تفضل. عجب. عندي حلمين. ايه. الحلم الاول حلمت ان انا وابوي طوف حول الكعبة 14 مرة. كنت اردد لا انت سبحانك يا رب، لا انت سبحانك اني كنت بالعشق، لا انت سبحانك كنت العظيم. سبحانك. وانت الحلم كنت اقول لابوي بطوف 7 مرات ثانية وصبر. وكان نسيش. ألو. أيوة. كنت بقول له بطوف 7 ثانية يعني يصير 21 مرة بس فقط. طيب الرؤية الثانية. صديقتي تقول إني حلمت إني تسلفت وشريت عقد الماس وكان فيه من الذهب وعطيت إياه، قلت البسية ثاني يوم من زواجك عندها الرجلة، وكانت في الحلم تعرف إنه الرجل. طيب انت بارة بابوك؟ شو بارة بابيك؟ ما سمعت يا شيخ. اقول انت بارة في ابيك؟ شو مارة في ابيك؟
بارة بأبوك تبرين أبوك. إيش يعني ما, ت... ما 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 عندك عقوق لها أو عصيان لها أو رفع صوت أو شيء؟ لا الحمد لله. إيه رأيت إنك تطوفين معه تقولين وطفتي معه 14 شوط. بكمل الشوط يعني بكمل 21 بس رفضه. انت غير متزوجة؟ اي ما غير متزوجة. ايه كم عمر الوالد؟ 65 اطول بمراحل. امين. انت لا اله الا الله محمد رسول الله، انت هل الوحيدة الباقية عنده والباقي تزوجوا او شيء، ام باقي عنده ذرية في البيت؟ لا باقي. لا باقي الحمد لله. ألو؟ اي نعم اي نعم. ما تسير؟ طيب افكر انا لحظة. موظفة ولا طالبة ولا عاطلة؟ طالبة. انت تنتقلين مسألة يعني تخصص كذا، تخصصتي في شيء تنتقلين لتخصص اخر ولا تثبتين على تخصص؟ ايه تخصص بس مرة واحدة ولا دايم؟ لا مرة واحدة. ايه مرة واحدة. السنة كم مدة دراستك تقريبا؟ الحين ثاني سنة. ايه ابوك هو يوصلك جامعتك او شيء؟ ايه وصلني. أنا قوة الله العالم صدقة الرؤية وصدقة الظن بالتعبير. أنك متأخرين في دراستك. أتأخر في دراستي؟ إيه تتأخرين بسبب أنك تغيرين تخصصاتك. إيه طيب الحلم الثاني؟ الحلم الثاني فيه نقص. الحلم هو تقولين يا حلمت أني لا في نقص، أنت ما قلتي صح، لازم هي تقوله. شو اسمه؟ لا أنا بقولك يا كامل. طيب تقول حلمت اني تسلفت فلوس ورحت شريت لك ذهب وفيه الماس عقد، وتقول كان جميل مرة، وقفت عند باب الجامعة وعطتني اياه وقالت لي البسيه هذا ثاني يوم عند اهل زوجك. عند اهل زوجك. انت تبحثين عن وظيفة مع الجامعة او عمل مع الجامعة؟ لا. عرضت عليك هالشيء هي؟ لا لا لا. إيه عرضت عليك مسألة خطبة أو شيء؟ لا. أنا أقول إحدى الأمرين والله العالم، إما أنها بتعرض عليك مسألة أنها تتوظفين أو تقترح عليك الفكرة، أو أنها تقترح عليك والله العالم زوج، يعني تشوف لك زوج أو شيء من هذا. والله الله يعطيك العافية. قفل إيش يا؟ ويت. اللي ترى ترى يسألون عنك. مرحبا. السلام عليكم. يقولون لك عمره مقبول اول شيء. الله يجزاكم. تقبل طاعتك. الله يقبلنا منك. راح اعتمر ومرض يوم اعتمر. مرض مكيف ما من عمره. إيه لا من الاختلاط وكذا. زحمة. حق الباص. حق الباص بارد اجل. نايم ثلاث ساعات والهواء يجيهنا. ما شاء الله عليك. قدامك العافية تطهر الله يجمعلكم يجروا العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. يا شيخ أنا تحلمت مرة واحدة من خواتي الكبار قرت علي. ويوم اليوم الثاني تحلمت إنه زي النمل يمشي علي. بس. استمري بالرقية استمري. طيب عندي حلم ثاني. جاك تنمل يوم قرت عليك أختك؟ جاك تنمل في جسمك؟ ايوه جاني تنمل وكذا جاني زي الخمول ونمت شوية. خلاص استمري بالقراءة. طيب عندي حلم يا شيخ حسن. ايه انا كنت نايمة وتحلمت انه زي القطار. ها خزاني خزان زي القطار. قطار ايوه ومش كذا يعني وانا متعلقة فيه وطحت كذا كني في حفرة. ايوه وبس. عيدي رؤيتك. أنا نايمة تحلمت إنه أنا في قطار، القطار هذا مشابي وأنا ما سكته، هو يمشي طرحني في حفرة. أنت متزوجة أو غير متزوجة؟
لا غير متزوجة. متى ذا الرؤية؟ يمكن لها سنة. حصلت لك صدمة أو حزن من رجل؟ أيوه أخوي الله يرحمه. متى توفي أخوك؟ توفي له يمكن دحين سنة في العيد في رمضان مات. طيب أنا أقول الرؤية والله العالم تعلق هذا في أخوك وفي رجل والله العالم صابين بصدمة بعده وحزن والله أعلم. بس هذا التعبير. شكرا يا شيخ. الله يحفظك. هلا أخي ما شاء الله ما في واحد إلا حلمين أو أكثر. ما في حلم واحد بس نص حلم شيء. السلام عليكم. آخر اتصال تعبت بقرأ آيات الرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. يوسف أنا عندي ثلاث أحلام وأبغاك تفسرها لي. طيب. الحلم الأول حلمت قبل 5 شهور تقريبا إنه كنت رايحة البيت عمي ولما رحت كانوا عائلتي كلها متجمعين يعني أعمامي وخوالي وزي كذا. فلما رحت لهم لقيت الملك محمد بن سلمان الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. أيوة. وكان الملك أعطاني فلوس والأمير كمان أعطاني فلوس. وقال لي إنه هذه لك يعني أنت تتصرفين فيها على كيفك. فقمت وزعتها على عائلتي. بعدين جات جدتي وأعطتني فلوس قالت هذه لك يعني ما توزعينها وانتهى الحل. أنت موظفة طالبة وليش؟ أنا طالبة. عندك شيء مقدمته على جهة حكومية؟ عندك أمر مقدمته على جهة حكومية تنتظرينه أو شيء؟ أيوه. إيش هو؟ أنا مقدمة على مقطوعة. وشو؟ مقطوعة من الضمان. بيجيس إن شاء الله خير من الحكومة إن شاء الله. إن شاء الله. إيه هذا هو هذا هو. الحلم الثاني الاجتماع الناس وكذا اجتماع الناس وهذا عند الأمراء وهذا ثم من أعطوت هذا يدل أنه بيرجع لس يمشي لس. كملي يلا. الحلم الثاني شو اسمه الحلم الثاني حلمت فيني بنت عمتي قبل شهرين تقريبا. حلمت انه انا كنت لابسه فستان عريض ولابسه ذهب كثير. كنت مره فرحانه ومستحيه في نفس الوقت. فجات سالتني قالت لي انه ليش فرحانه وليش لابسه هذا الذهب. قلت لها وانا مستحيه انه انا انخطبت الولد خالي. وهي استغربت انه كيف انخطبتي وانت اصلا انفصلتي منه. متى ذا الرؤية؟ قبل 2 شهر تقريبا. ومتى حصل الانفصال؟ كيف؟ متى الانفصال مر علي سنة تقريبا. حدثك بالرجعة؟ كيف؟ حدثك بالرجعة؟ ما اسمعك كيف؟ حدثك بالرجعة؟ كيف؟ ما اسمع. حدثك بالرجعة؟ انه يرجع لي مثلا قصدك؟ ايه رجعك. ما ادري والله. شلون ما ادري؟ من اللي يدري يا جان؟ يعني ما حد يتكلم بس هذا حلم. انا اسالك قد كلمك انه ترجعون لبعض شيء؟ شيء يعني امي مره جات سالتني هذا السؤال واختي كمان جات سالتني هذا السؤال. ايه رأيت انك لابس تنفستان وقلت انك كأنك رجعتي لولد خالتك. ايه ان شاء الله بترجعين له. طيب والحلم الثالث حلمت فيه كذا قبل 1 شهر تقريبا. هذا اخر واحد صح؟ كيف؟ هذا اخر واحد؟ ايه هذا اخر واحد. ايوه. حلمت انه انا كنت شارية خاتم ذهب لبنت عمي و
كنت أحاول أجربه وما أرضى أحد يشوفني وأنا أجرب هذا الخاتم. فلما جربت ذكرى دخلت علي أمها وأعطيتها الهدية وقلت خذي. كانت ما جاية تعطيني الجوال في رسالة كان يبغى يكلمني. لما كلمت هذا الشخص أنا ماني عارفة مين هو ولا يعني صوته مو واضح لي، فكأنه يقول لي روحي عند باب العمارة وخذي الهدايا. ولما رحت فتحت الباب لقيت هدايا كثيرة وكلها ذهب، فأخذت صندوق واحد من الصناديق الهدايا هذه ورحت عند أمي وقلت لها يا أمي شوفي هذا الخاتم الدبلة هذه نفس الدبلة اللي أعطاني إياها الخطيب الأول. يا أختي أنت بترجعين الراجل اللي سأل أول، الله يهديك الله يصلح ما بينكم، ترجعين له إن شاء الله، ترجعين له قريب. أنت ودس بالراجعة؟ اي شيخ. اي الله يصلحكم هديكم يلف بين قلوبكم، ترجعين ان شاء الله ترجعين. انت بترجعين وكاتمتين هالشيء انك تلبسين، تحاولين تلبسين الخاتم ولا تبين احد يشوف. هذا يدل على انك انت تبين ترجعين للعقد اللي هو الخاتم هذا اللي بينكم. اي هذا وتبين ترجعين، يعني ما تبين تعلمين احد، بس ان فيت شوي يعني زي ما تقولين تغلي او انش ها، لكن ان شاء الله بترجعين ان شاء الله يا رب. الله يجعلك، مع السلامة. طب يا شيخ في حل ثاني، هذا الرابع. هي يلا عشان ساخر متصل، يلا هاتي. طيب في يعني واحدة تبي تكلمك مو انا. يلا طيب، مع كم رؤية معها اول شيء؟ في واحد بس. طيب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه تفضل يا امي. حلمت ان عمتي وعمي جاي من العمره او الحج او زي كذا، جاي عمتي تعبانه واستقبلناها عند الباب انا واحماني اولادها على اني طلعها، وهي تعبانه كانت، وقام عمي اداني خاتم اثنين فضه لهذا لك والبنت الكبيره، بنت الكبيرة اسمها فاطمة. وأنا طالعة من الدرجة ولقى الكبير يقول ليش اديتهم والباقيات؟ قال الباقيات مع يعني مع أمك الهدايا، بس بقيت أزين علي سنتين، وهذا هو الحلم. يا أختي ما شفت رموز. عيدي عيدي من جديد. عيدي عيدي من جديد. خلي شو حلمت إن عمتي وعمي أبو زوجي وأم زوجي جايين من العمرة أو من الحجمات يعني زي كذا، من جايين بس إنه من الحرم. وعمتي كانت تعبانة مرة، استقبلناهم عند الباب على إن عمتي تعبانة مرة، نحن نطلعها دور ثاني. فقام عمي داني خاتم فضة اثنين هدية، قال هذا واحد لك وواحد لبنته، هو قال بنتي الكبيرة يعني سماها، قال فاطمة. أنت حامل؟ أنت حامل؟ لا أنا لا أنا حامل. كملي. المهم وبعدين قال ولدها الكبير ليش اديتي الخاتم الزليات اللي أنا وبنت الكبير؟ قال زليات عزين علي. قال والباقيات يعني زوجات الأولاد الباقي؟ قال لا يعني أنت الهدايا هن مع أمك، بس الخاتمين من عندي أنا هدية لهن. أنت في سن حمل؟ ها؟ في سن حمل؟ لا ماني حامل، أصغر أولادي في رابعة ابتدائي. إيش؟ أصغر أولادي في رابعة ابتدائي، ماني حامل. يعني ما عندي سنية أقصد حمل؟ لا لا ما عندي. إيه أبي أتأكد من شيء بس. بنات عندهم في بنات للزواج؟ عندك صالحات للزواج؟ عندي بنتين. بنتين صالحات للزواج. من اللي أعطاه الثاني خاتم أو عمت؟ من هو؟ عمي أعطى بنتها الكبيرة. بنتها الكبيرة. أبوها هي بنتها الكبيرة قال خاتم الدنيا على بيدي. عندها عيال؟ يعني واحد. عندها عيال؟ أعتقد عندها عيال بس اثنين خاطبين الظاهر زي كذا. أنا أقول هذه الرؤية كلها تدل على زواج للولد، ولد أخته، ولد بنته، والبنت أنت إن شاء الله.
الله يسهل ان شاء الله ما في خير. الله يرزقك. عشان كذا انا كنت متوسطه عشان عملك كانت تعبانه بالحلم. لا لا لا, لا ان شاء الله لا ما ما فيها هذه ما لا لا يعني. ان شاء الله يا رب. يا السلام قفل. السلام عليكم. يا ريت تضيفوني تعال افسر لكم. اول شيء يا اللي اسمك قارة استعلى وجهك وما يجوز مثل هالشيء. نظاراتك الشمسيه شاريها محطه ما اقبل انا مثل هالشيء. تشبيك وترقيم وقله ادب ما تصلح حرام. يعني ما كفاك لحظه يا ابوي ما كفاك ان نحن في رمضان يصير مثل هالشيء. ما كفاك إن في رمضان تدور علاقات محرمة. جماعة الخير إيش الكلام هذا؟ إيش دخل مرزوق طيب؟ وش فيه مرزوق؟ واحد يقول مرزوق الله يشفيك أبا الشيخ فسر حلمي. هذا الشيخ قدامكم والله ما يدخل. ولا أحد يجي على واتساب يقول خلي مرزوق خلي الشيخ فسر حلمي. أبشر. ما لي علاقة في تفسير الأحلام الله يعافيكم. أبشر. ولا بعد الملك. لا. ترى والله يكلمون على واتساب والناس موجود. اللي من جوا السعوديه واللي من برا السعوديه مرزوق ما الشيخ فسر حلمي ما لك علاقه انت لانت واسطه وين لانت ولا مبارك اللي جيتك امس وش تقول لك هذيك انا علمتهم بس انت قل لهم وش ترى جاي حتى هو وش تقول لك تدي عليك تدي علي تدي عليك تقول لازم ترد علي وما ادري ايش ليش تبي تفسر حلمي تحسب ان الناس فاضيه تحسب ما في الا هي بس واقفين على هاي بس هي اللي تفسر حلمي هي بعض الناس طيب يا جماعة أنتم طلبتوا أني أقرأ آية الرقية الظاهرة بيكم أنتم تقرون علي تعبت اليوم تعبت وأنا أساسا مرهق من غير فعلت خيبكم شاء الله بإذن الله بكرة بعد صلاة الفجر إن شاء الله سامحوني ما أقدر اليوم أقرأ متعب مرهق أحتاج إلى راحة الله يحفظكم مع السلامة دقيقة قمتك أتكلم هاي بس في واحد هنا ما لقيت. استدعيكم الله يا جماعة. فمان الله. بكرة بعد الفجر إن شاء الله. كيف قفل البث؟ هات هات. كذا. أيوة.